السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استعجوك تنحنك السلام يا السلام تسلام كسود الرواد مسكينتي نحمد هيد وقرو قصو نقطي او دي افاري عنق اللو جاي الحائي الدنيا دا ماشي نصور له بتي الى عنق قصع تمانت عنق قصع الدنيا وضايق انجي قلاك تنصوى مركز صور الشيغا مركز تقني جيد وايد شيء واحد من علاقة صفراء وعزيم في أذيع على وضع ماشين وضبط يا بسكوت كانوا يعنى بسكوت كانوا يعنى وعلاقة صفراء سوس بدن كوميجرو سوس كيت يعني وشيبس يعني أدوية ماشين تبوت لو يارا ماشين تبوت على بوك يارا يارا بدنا لو جينا يا المركب أصحاب الرسول دعي قلبت عبد الرحمن يرى الله الصعداء حتى نقول بالصوت قلني ساعات كهر عن كل إيماني حتى نسقال سعواي حتى بحينا سأجدين بو حوشي ساك أو بحني وصل من الحمد لله رب العالمين إلى وأنا وأستري إلى ما حد كوا تسكله حتى عبد الرحمن يرى الصعنا عبد الرحمن يرى يو هاي عبد الرحمن يرى وعنك ساعة يو هاي مركان كله وعنك ساعة ما كولا إنه جيرو عاد قلب ونعكسن إنه جيرو عاد قرح بدن إنه جيرو عاد ومعان بدن عنو غير او والله بالله هذا حد بش شنت هذا يقدر بس شنات شنت هذا يقدر بس ما انت اللي حد والله ما انت كل مينا حل بال ما نسركن سو ما هن حل بال انا غن نسركن سبحان الله وحي الهي قلبي جيس كوسو جيدنا عنو الهي قلبي جيس كوسو جيدنا ووح كلا عبد الشكور وقتي حد اللي وجره يو وقتي اسجد كوريسي وحلي كان عبد الرحمن هذا جوه كلا ايه waraaban oo ahaa oo iga cararay madowgayga markuu arko ka cararay markuu arko khamaarkan aan wato ina xijaabana oo iga cararay laakiin abdirahmaan albaabka hadan ku soo galo albaabka kor waay ama wadada soo soo socda abdirahmaan aan dhawayta aniga meel dheer ka arko faamilka abdirahmaan dalo oo soo jeesana moqta markay soo jeestaan wadada dhexdeeda aniga cunugay inta soo saarsada soo qaata محلي مكلاش المياه ده هوس تيجي شتاء مكتين انت بس قصص صار سبع علاب تعم وضو يدو علاب علوس أني كأودي بقى علاب تعيار تعب تاني ده وحنا ودان حد السميرة جوكتو ما أنت أو جاري عنكو بحين عبو أي ذا قاعد تقصي قادس أني وحنا قادعي إن حاجة نصص صار سنة حبت كأنتو يقدرون كنا أنتو يقدرون كنا عفكو يقشون منا معسي ولاي هاي إن هوي ماما وكلاي هاي حاجة هدو صوص عبد أني كوس قصص طورة يا bab inta dulku isku soo siiyo bo wallahi billahi gaariba maray waxba maray toona meeqan sasu kugu soo ordaa simiro jirtaa waxa tiraa cunugan wuxuu og yahay dhaad isbitaalka subax walbo a ku sii kali jirtay xalii lacag ka sii bixi jirtay simiro cunugan lacag isbitaal ma ogeey jacaylkayga ilaahay geliye simiro waxa tamay may cunugan hadii oo isbitaalka markiiba sida cabdi shakuur loo dafay ayadra xamar waa moqtiin لو ضفي هذه لو ضفي لها إنه كاني أدم إصبر لهن لكن إلهي وحكومة هذه قرآن الصبح والبكو آخرين جرتي يعني قرآن كتب في جرتي يعني أنا قبل كقول صعنا قرآن كقول آخرين جرني يعني إسبتالك أو بيش إيو وما ساعته وكجري صوت الجنور التطبيع لبعدين كذا على قصة ساري بس أنا وحده شيء بيش اللي بيتبنات اللي بيتبن كذا مركز إسبتالك وينا وكل شيء سوحي وكل شيء مركز صصل إيجا قاتي إن صدح مالك بعد ولا قصار إسبتال قبل الجورجي وقبل كاسن صبح والبتجد وقوسن جرني أفر إلى باتن يورو التجد إيه من صبح والبقوسن جرني أنا يقفكم رجع إسراع مسبيرة إسراع مسعيدة إسراع من قفك لا إسراع ما قال بعد إنه أحا إن أنا هذه إني مايا مود لين مايا نو استاك عبد الرحمن كجر مكي أول قاتي مود لين أما ها مودلين مودلين وا مايدلين معايا مايدلين مقال دحيدة كتالة مودلين بو أهم مركي تيجي تكاس أو بي بي غان راعي تيرن الصبح والبو واي اس بانك ماش ممرو شنال بانك انا ممرو أو بي بي غان راعي تيرن الصبح والبو أو بي بي تيجي تكاس انجرن والله إلا هذا تيجي تدي حسوس أو هاي دوكمين تيجي يقول احي تيرن صبح والبو اللي بتيجي تكاس انجرن إلا عقن بو سنجر تمجر طبال صبح والبو أفر لاتين يورو بلي هاي يقول فو من الشقين نوقفكم مركي أو موليا مشقين markii simiro xiraad may cunuga si gooni oo qalbigaaga ugu jira wuxuu og yahay dibka ka soo martay sasu ku jecel yahay xandhay saaxiibey
asaga qalbi xabxabka ilmaha u kala dhashaan, ayaga ilmaha markii oo yaryihiin, xataa ilmaha qaar waa ku jecel yihiin oo agtaada maanta dhan ku wareegaan, kaama dhammaanayaan, qaarna ilmaha dan kaama lahan. Qof haddii loo dhiibo, qofkaas dheelo joogayaan way iska iyaan. Qaarna haddii aad dhaqaaqdid oo dumcadina albaab ku furtid, tafeey ku haystaan, way kugu ooynayaan, way kugu dhegayaan. Markii ilmaha gaansa aan daras waaye, ilmaha dhan isku wada mid maaha, qofba siba Ilaahay u abuuray. Cabdixaafid oo kale, qof hadduu arko wuu la joogayaa, ani hadduu arkana ma iga hereynin. Ilaa hadda markii albaab ka soo baxeen, wuxuu leeyahay goorma israaceena, xaafadeeni ma aadeena, hooyadii la soo seexana, hooyadii la soo baalkiyeena, hooyadiyan raaca. Asaga laftirkiisu wuu ijecelyahay, aad uu ijecelyahay cunugeyga. Waxaan leeyahay dhammaantiin hooyo, aad baa idin wada jeclahay, wadnahayga aad tihiin. Haddii aydan wadnahayga ahayn, dhib iyo dheef intaas idinma mareen. Maxkamadiina waad ogeedeen asxaabi, insha allah bidni ilahi alkariim soo duceeya. Maantana wada hadalaa noo furan. Bishaan waa bishii farxadda, bishaan waa bishii oo wiilkayga Cabdishakuur dhashay oo 6 sano uu buuxinayo. Insha allah bidni ilahi alkariim waxaan rajaynayaa haddii ginow maalinka uu dhashay oo 26 bishii 6aad aan weyno dhalashada, in 25 bishina loo ka dhigi doono. Labada cunugna oo kale oo Cabdi Xaafid iyo Cabdiraxmaanna sidii aad taqaaneenba faamil ahaana isugu nimaana. Anaga hal faamil aanahay, faamilkeena 4 qof uu ka kooban yahay, 5 qof uu ka kooban yahay, aabaha magaalada Suusaga isaga jira iska dhaaf. Faamilkeena kale 4 qof aanahay, waa 3 wiil aan dhalay iyo aniga hooyadii ah, 3 wiil. Insha allah bidni ilahi alkariim maalinkaasi maalin aad u weyn waaye. Sanadkii 3 jeer waxaa isoo mara aad qaali u ah. 3 jeer aniga najaansida uga faa'iidaysto waxa waa ilmeyga waxay jecel yihiin dhanaa u geeyaa, waxay rabaan dhanaa u gadaa, toortaa u sameeyaa, sawirkooda ugu dhejiyaa. I know inaan diinteeda islaamka aysan qabin in cunug dhalasho loo dhigo, laakiin qalbigooda kusoo jiidanay maadaama ay yar yihiin, ee gaalo iga heysato, ee gaaladana ilaahay noo sheego, nebigu noo sheego calayhi salaatu wasalaam, yiri indha quraanjee leeyihiin, waxay rabaan ay ku shubaan, waxay rabaan ay ka dhaadhicinayaan. Anigana waxaan go'aansaday banooniga si ila ciyaaraa inaan ula ciyaaro, inaan dhalasho u dhigo, inaan maxay ahayto u gado wax walba ay jecel yihiin, inaan surprise ugu geeyo, inaan hadiyadaha tusina aan ka xirxiro hadiyado badan. Anu ciidii maxay to dhalashadoodi wada waa idin tusay, ciidahayga islaamka oo kale sidoo kale waa u geeyay. Hadda markaan dhalashada u dhigo 8 bisha 7aadna, mid kasta dharkiisa ciidda iyo ciiddiisi iyo wixiisi u geynahama ugu geliyaan miyay u gelinin, sida awalba la iiga bartay. Mid kasta lacag yaraan siinayaa oo meesha ciyaarta lagu geynayo, ama hala gee ama yaana geynin. Markii anigu yaani dadaal aan ku jiraa, isoo wada ducaya bidni ilahi alkariim, haddana waa sii baxeenaa. Hadda Cabdi Xaafid waa u sheegay kontaktiga ugu dambeeya, waxaan ku iri hooy sanadkaas 8 sano noqone, 8 sano hadday kuu dhammaato dhalashada waa kuu dhigaa, laakiin 8 sano wixii ka dambeeya 9 sano hadaa gaartid, waxaan kuu gadayaa maalinka dhalashadaada ama asbuuca bacdi ama markaas ayada eh, waxaan kuu gadayaa waxaan kuu gadaya game, aan kuu gadayaa 10 sano markay gaartidna telefoon fiican aan kuu gadi doonaa. Saasay hawshu noogu soconaysaa, ma jirto toorto dambe iyo wax dambe isugu imaaneyno. Isagana waa iga qaabilay insha allah bidni ilahi alkariim. Isoo wada ducaya dhammaantiin, leegta iyo sheerka iyo commentiga quruxda badan ha iga ilaawinin. Waxaan leeyahay peace and love, aad aad in jeclaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.